رأي فضيلتكم في تزاوج الجيران والأصدقاء؟ كل واحد مراته، وإن كانت المرأة تلبس هدية سافرة أو غير يعني إطالة، كل واحد يأخذ مراته ويروح لزميله أو جاره، كل واحد يقعد يتكلم والثاني يسمع وهكذا، يسهروا مع بعض يعني، كل واحد راجل ومراته، وده يسلم فيه كويس برضه. إذا كان النساء مع النساء والرجال مع الرجال ما فيه تكشف للرجال ولا يعني اظهار زينه ولا عدم الحجاب، لا باس. اما يجتمعوا جميعا من غير تحجب ومن غير مبالاه فلا يجوز هذا، بل اذا كان النساء مع النساء في وقت ما ليس في سهر ولا اضاعات اوقات ولا اجتماع على باطل، لا باس. اذا زار النساء والنساء زاروا الجيران هذا طيب بين الجيران، لكن بشرط ان يكون ذلك على غير سوء، على غير عمل صالح، يعني على لا يكون هذا على عمل سيء، ولا يكون معه تكشف لجار أو زوج جارة أو ما أشبه ذلك، بل يكون معه احتشام وستر وحجاب، والنساء مع النساء والرجال مع الرجال في غير معصية، بل الزيارات الصالحة في حد مناسب وفي اجتماع مناسب للتنفيس عن النفس وللترويح عنها وللتحدث الذي جرى في العادة بين الجيران، هذا لا بأس.